بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمة امل جديدة. بسمة امل النهاردة من بولندا. لكن الحقيقة قبل ما احكي القصة بتاعت النهاردة، كنت بزور مستشفى من المستشفيات، بزور مريض، فوجئت ان الممرضين والممرضات والدكاترة بيتكلموا ان في مرضى كتير اهاليهم ما بيزورهمش، ما بيسألوش عليهم، ما بيعبرهمش. الناس مرمية في المستشفى، فين الرحمة يا جماعة؟ فين الرحمة بالقرايب؟ فين الرحمة بالآباء والأمهات؟ ويجوا كل فين وفين. دي ظاهرة موجعة جدا، مؤلمة جدا. ده احنا مجتمعات رحيمة، ده احنا ربنا وصانا بالرحمة، دي الرحمة أساس في حياتنا. فين الرحمة في حياتنا؟ لكن الحقيقة بسمة أمل النهاردة هتكون موجعة أكتر لما تعرفوا إن بطل القصة النهاردة قط. أيوة، قطة. إيه اللي حصل؟ القصة من بولندا. تحكي القصة إن في واحدة ست عندها قط أسود. الست بعتت القط لمركز طبي للطب البيطري، فيه بيتعالج فيه الحيوانات الأليفة، القطط والكلاب وكده، لأن القط كان عنده جفاف وكان تعبان جدا وكان حيموت. فالست خدت القط وودته المركز الطبي دون علشان يتعالج. بعد 3-4 أيام اتعالج القط، راحت الست عشان تاخد القط بتاعها، قالوا لها لا، بس ده لسه في مرحلة النقاهة، سيبيه في المركز الطبي شوية علشان يعني يكون أفضل ويكون أحسن. فسابته، وإذا بالقط يعمل حاجة عجيبة جدا. القط بدأ يحس ببقية الحيوانات المريضة اللي موجودة في المركز الطبي. القط بدأ يقوم بدور ممرض للحيوانات. تخيلوا، يروح يقعد جنب القطة دي وينام جنبها طول الليل، يلحس جروح قط تاني ويطمن كأنه بيطبطب عليه أو كأنه بينظف له الجرح. يلاقي كلب نايم مريض يقوم قاعد جنبه. لدرجة الأكتر من كده يا جماعة، القصة دي اتصورت ونزلت في التلفزيونات، وأنا حاطط الصور بتاعتها على صفحتي على الفيسبوك، ادخلوا النهاردة شوفوها. لدرجة يلاقي كلب تعبان أو قطة تعبانة يقرب منه كأنه بيجس الحرارة بتاعته، يحط كده راسه جنب راسه ويقوم طالع جاري يروح للدكتورة ويقعد ينونه وجامد وتمشي وراه. تلاقي فعلا ان الحيوان اللي هو خدها ليه مريض. ايه ده؟ دي رحمة، دي رحمة ربنا ألقاها في قلوب الكائنات والحيوانات. يا ترى الرحمة عند البشر زي الرحمة عند القط دون؟ المركز الطبي في بولندا طلب من الست انها تسيب القط عندهم يدربوه ويشتغل معهم ممرض، وقبلت الست لأنه قط رحيم، لكن في بشر مش رحماء. وفضل القط في المركز الطبي وادوله دورات تدريبية، وإن كان هو مش محتاج تدريب لأنه رحيم لوحده، لكن بقى موجود معاهم. وانتشرت القصة في أوروبا وفي العالم بسمة أمل الرحماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا الناس اللي في المستشفيات، ارحموا أهليكم وقريبكم. بسمة أمل لكل واحد يتعلم من القطة دي فن الرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.